بأهم مباراة يمكن بتاريخ كرة القدم بجزر القمر واللي جمعته بدوري 16 مع الكاميرون، اضطر حارس المرمى أو الحراس المرمى الثلاثة أنه يغيبوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا. هيك قالت مختبرات الكاميرون، واللي كتير من المتابعين شافوا أنه الأمر متعمد. المهم الفريق القمري شاف نفسه بلا حول ولا قوة، قرر الظهير الأيسر للمنتخب شاكر الهدهور للتصدي لمهمة حراسة المرمى. يمكن الفقر هو اللي بيصنع المعجزات، الهدهور ما غير قميصه ولكن بلاصق لون أزرق غير رقم البلوزة وصار رقمه 3. الجميع توقع خسارة كبيرة للمنتخب القمري، خصوصاً أنه الكاميرون من أهم وأقوى منتخبات القارة السمراء. المنتخب القمري وشاكر الهدهور وطيلة المباراة أتعبوا المنتخب الكاميروني. صحيح خسر المنتخب القمري بهدفين مقابل هدف، ولكن النتيجة أبداً معادلة إذا أسناها بالأداء تبع المنتخب وخروج نجم المنتخب بالبطاقة الحمراء ببداية المباراة. بطل المباراة بلا منازع كان شاكر الهدهور. قدم الهدهور أداء أذهل بالدرجة الأولى المنتخب الكاميروني، وبعد دقائق من انتهاء المباراة تحول شاكر الهدهور لترند على كافة المنصات، واحتفى متابعين كرة القدم بهذا اللاعب اللي كان قبل 90 دقيقة مغمور. من تفاعلكم على هذا الموضوع كتب عمر: ألف مليون تحية للمنتخب الكبير جزر القمر بكل الدعم من المنتخبات الشقيقة يا أبطال أيا كانت النتيجة. أما سلمان فعم يقول: كل المنتخبات تصاب بالفيروس إلا لاعبي منتخب الكاميرون، غريبة كرة القدم. تعليق آخر بيقول: فساد الكاف هو سبب هذه المهزلة، كيف منتخب منذ بداية البطولة ولاعبين بيتصافحوا مع الجمهور ولا حالة كورونا واحدة عندهم، ومنتخبات أخرى تسجل عندهم الحالات بعشرة. الكاف والمختبر هن المسؤولين على تحاليل كورونا، بيلعبوا بنتائج التحليل كيف ما بدهم. أما محمد فعم بيقول: مهزلة وليست بطولة، بطولة إيتو كأن دورة ما بين الأحياء، فوضى وفضائح بالجملة وسوء تسيير وانحياز واضح للبلد المنظم،